اتحاد كرة القدم في احد فنادق مدينة 6 اكتوبر جنبنا هنا، على ان يتم اختيار الاندية الاعضاء بالمواد المقترح تعديلها خلال الفترة المحددة ووفقا للائحة. وتلقت الاندية خطابا من الجبلية للتأكيد على ان التسجيل سيبدأ في 10 صباحا وحتى 1 ظهرا، على ان تبدأ عمليات التصويت في 3 عصرا. ويتضمن ذلك الاجتماع مناقشة تعديلات لائحة النظام الاساسي لاتحاد كرة القدم. ابرز هذه التعديلات ايه بقى؟ ايه يا جماعه قولوا لي ابرز هذه التعديلات ايه؟ الغاء بند الثمان سنوات. الغاء بند الثمان سنوات من حقك، لو الجمعيه العموميه موافقه ما حدش هيقدر يفتح بقه. الجمعيه العموميه موافقه ما فيش مشكله. واختيار النائب بالانتخاب من جانب الجمعيه العموميه. معلش انا هشرب شويه ميه عشان بس نعرف نتكلم في اللي جاي. ان يبقى في اجتماع للجمعيه العموميه لاتحاد كره القدم شيء جميل، شيء رائع، شيء حلو جدا. بس هو مش جميل قوي، مش قوي يعني. ليه بقى مش جميل قوي؟ هنتكلم مع بعض، مع حضراتكم، انا مع حضراتكم هنتكلم في الموضوع ده. اولا، اي جمعيه عموميه في الدنيا واي خطابات رسميه المفروض توصل للانديه بتوصل بايه؟ ها، والنادي الاهلي طلب قبل كده الموضوع ده، ها، جدول اعمال. فاكرين لما النادي الاهلي قال قبل يوم الاربع، وانا وريت لحضراتكم الخطابات اللي عملها النادي الاهلي او اللي بعتها النادي الاهلي للمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم اللي هو ثروت سويلم، من المدير التنفيذي للنادي الاهلي محمد مرجان، فاكرين ولا مش فاكرين؟ الخطابات دي كانت ايه؟ النادي الاهلي بعت قال له ابعت لي جدول الاعمال، قال له خلاص هنتكلم في 1 2. طيب، هل اتحاد كرة القدم بعت لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد جدول الأعمال؟ معرفش. زي ما حضراتكم طبعا مش معرفش، أنا عارف كويس جدا إن هو ما بعتش أو بعتها متأخر. تخيلوا حضراتكم نفس الأخطاء اللي وقع فيها اتحاد كرة القدم في الاجتماع اللي هو مش عارف ودي ولا رسمي ولا تنسيقي ولا تربتتيكي ولا ايه، محدش عارف، محدش عارف والله، ما حد عارف. كل شويه واحد يعني، مره المتحدث طلع قال لك ايه، قال لك اصل هو اجتماع ودي، وبعدين لما الدنيا ضغط عليه شويه قال لك اصل اجتماع تنسيقي، وبعدين لما الدنيا ضغط عليه شويه قال لك لا ده اجتماع رسمي. طب ما نضغط شويه، يمكن يطلع مش رسمي بعد كده، نخترع له كلمه جديده مثلا يعني. أنا الحقيقة برضو نفسي أفهم هو ليه اتحاد كرة القدم دايما ودن من طين ودن من عجين. يعني إذا كان هناك أخطاء ويمكن حلها، وبالمناسبة المهندس هاني أبو ريدة ده شخصية محترمة جدا وشخصية قيادية وشخصية من أهم وأفضل الشخصيات في كرة القدم في العالم. أنا مش بقول كده كلام، لا، أنا بقول كده واقع. هو واحد من الناس اللي بتدير كرة القدم في العالم. أنا معرفش إزاي هو سايب الناس اللي بتبرطع حواليه ومفهمين إن هم فاهمين كل حاجة، ها؟ بس طبعا هم مش فاهمين كل حاجه، هم عارفين كل حاجه او عارفين بزياده عن اللزوم، عارفين زياده عن اللزوم، لكن ده مش وقته. فالمهندس هاني ابو ريده ده شخصيه من الشخصيات المحترمه جدا ويعرف يقود بشكل جيد جدا. كابتن شوبير واحد من الناس اللي برضه ليها اسم كويس جدا في اداره كره القدم. كابتن سيف، الكابتن حازم، بقيه المجموعه كلهم ناس محترمه كاشخاص، بعيدا عن الشغل اللي بيحصل او التقديرات اللي بتحصل من وجهه نظره. كلهم ناس محترمه واصدقاء. وبالمناسبه لما انا ما شفتش حد بقالي كتير، لكن لما بنتقابل او بنتكلم بمنتهى ازيك وعامل ايه واخبارك ايه وكل حاجه كويسه، لكن في النهايه ده شغل يا جماعه. شغل. هل جدول الاعمال اتبعت لاعضاء الجمعيه العموميه في اتحاد كره القدم ولا لا؟ برضه. وبعدين بعد الاجتماع ده لو الاجتماع ما طلعش زي ما انت عايز، هتطلع تقول ان هو اجتماع تنسيقي؟ ولا اجتماع ودي؟ هتطلع تعمل ايه؟ دايما اتحاد كرة القدم في حاجة غلط، ما تفهمش ليه؟ ما ينفعش الموضوع يمشي بسلاسة. وبالمناسبة أندية القسم الثاني والثالث والرابع عندهم مشاكل كتيرة جدا، وكلها والأندية سخنة على اتحاد كرة القدم بطريقة غير طبيعية. أنا ما أعرفش ليه الحقيقة، لأن أنا بقابل ناس كتير في الشرقية وبشوف ناس كتير هناك، فبيقولوا لي، بيقعدوا يتكلموا معايا. طيب، انا قلت لكم هنضحك في الاول، اول القرار ده، اول ما قلت لكم اجتماع الجمعيه العموميه قلت لكم ايه؟ ان هم